مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء العربية القديمة التي ظلت منتشرة إلى وقتنا الحاضر، وهو اسم يدل في معانيه على الرفعة والجمال. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم هلال. هلال اسم علم مذكر من أصل عربي جمع أهلة، وهو مصدر للفعل هل أي تجلى وسطع. يقال هل الشهر أي ظهر هلاله، وهل الرجل أي تهلل وجهه فرحا. والهلال هو وقت أول تجل للقمر، ويكون القمر هلالا من أول الشهر إلى سابع ليلة منه، ويعود هلالا في أواخره. وقيل أنهم كانوا قديما يهللون ويفرحون بتلألؤه في السماء، وبذلك سموا به الغلام لبشاشة وجهه وحسن طلعته وفي شكله. وهو أيضا البياض في أصل الأظافر، الدفعة من المطر، أو هو من الهل. والهل هو الرقيق من الثوب والدقيق من الشعر، والماء القليل في أسفل البئر والغبار. صفات حامل هذا الاسم: إنسان مزاجي التفكير، لكنه متحرك ولديه طاقة كبيرة. واثق في نفسه كثيرا ويتجاهل كل ما لا يستحق. واضح جدا في مشاعره لمن حوله، وغيور جدا على من يحب. حريص على أن يكون محبوبا لمن حوله بتصرفاته الحسنة وطباعه الجميلة. يفتخر بكل ما يملك وما يحقق من إنجازات في حياته. يحشر نفسه في مواقف ليس له دخل فيها. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم هلال؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.